النائب احمد فاروق ابو عبده في دقيقه واحده. يا احمد. شكرا يا ريس. يا خالد انت عم تتحرك يمين وشمال. يا ريس انا عندي ماساه في الدايره عندي يا ريس، وطلبت اكتر من مره، ما عنديش مستشفى. يا سيلفيا سيلفيا، يعني مريان طول عمرها قاعده هاديه، انت النهارده معفرتاها، ما اعرفش ليه. ادخل اقعدي اقعدي يا اقعدي يا سيلفيا. الدقيقه كده من الاول. طيب ماشي يلا. عندي ماساه في دايرتها يا ريس، دايره مليون نسمه، ما عندناش مستشفى مركزي، مستشفى واحده مركزي، مع اني طلبت من وزير الصحه اكتر من مره بمستشفى مركزي. عندي مستشفى وردان واخده مركزي منذ اكثر من 10 سنوات ولم يتم تفعيل القرار لدلوقتي. نروح فين يا ريس؟ مع ان المستشفى دي هتخدم فلاحين مصر، الناس اللي هي بتشتغل وبتشجى من عرق جيبينها، الناس دي تروح فين يا ريس؟ احنا بنطالبه من وزير الصحه، وبطالب من حضرتك، انا عاوز تدخل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان احنا صوتنا المسؤولين ما بيعملوش حاجه يا ريس، ما فيش وزير بيعمل حاجه مع النواب. احنا بنطالبه في الدايره بمستشفى مركزي، مستشفى واحده مركزي. شكرا يا ريس. شكرا.